بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، العلم النافع والعمل الصالح. فلا بد من اقتران العمل الصالح بالعلم النافع. علم بدون عمل كشجر بلا ثمر، وهو حجة على صاحبه يوم القيامة إذا لم يعمل به، فإنه يكون حجة عليه. فإن أهل العلم يبدأ بهم إذا لم يعملوا بعلمهم، يبدأ بهم قبل عبدة الأوثان، يبدأ بهم يدخلون النار قبل عبدة الأوثان، فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. فالعلم، يقولون العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا رحل. العلم ينمو مع العمل ويبارك وينفع، وأما إذا لم يعمل به فإنه لا ينفع، لا ينتفع به صاحبه الذي يحمله، فكيف ينتفع به الناس؟ فهذا يعطينا أهمية العمل بالعلم، وأنه مقترن به. يقول الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن. فلا بد من الأمرين، العلم والعمل. فالعلم بدون عمل لا ينفع، وإنما يكون حجة على صاحبه يعذب به يوم القيامة. والعمل بدون علم أيضا لا ينفع، ويكون هباء منثورا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء، شوفون الهباء الذي في الجو، الذرات التي في الجو، هذا هو الهباء. فالعلم، فالعمل بدون علم يكون تعبا على صاحبه، ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما أجهد نفسه فيه. ولهذا نقرأ في كل ركعة من صلاتنا سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، وهي دعاء. سورة الفاتحة دعاء، أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله وتمجيده، وآخرها، آخرها
عمل بالعلم. اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله يهديك الصراط يعني الطريق المستقيم خلاف الصراط المنحرف الذي عليه أهل الضلال وأهل الكفر. الصراط المستقيم يعني المعتدل. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله هو الممتد، طرفها بيد الله وطرفه بيد العبد، فإذا عمل به وإخلاص وصله إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يعمل به فإنه يكون حجة عليه يعذب به في نار جهنم، لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. اهدنا الصراط المستقيم يعني المعتدل. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، من الذي يسير على هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ ذكرهم الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم رفقاء من سار على الصراط المستقيم، رفقاؤه هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالأنبياء في الدرجة الأولى عليهم الصلاة والسلام، بعدهم الصديقون، بعدهم الصديقون، والصديق هو كثير الصدق الذي لم يجرب عليه كذب، وهذه مرتبة لا ينالها إلا القليل. الصديقون بعد الأنبياء من النبيين والصديقين، والشهداء شهداء في سبيل الله الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، هؤلاء شهداء يأتون بعد الصديقين من الصديقين والشهداء والصالحين، يأتي بعد ذلك الصالحون من سائر المؤمنين، هذه درجاتهم: الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. هؤلاء هم رفقاء من سار على الصراط المستقيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك الرفيقة. غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، وهم اليهود وكل من عنده عمل ولا يعمل به، كل من عنده علم شرعي ولا يعمل به فإنه يكون مع هؤلاء.
مع اليهود وأشباههم، عندهم علم ولم يعملوا به، نسأل الله العافية. غير المغضوب عليهم، وهم كل من عنده علم شرعي ولا يعمل به، هذا مغضوب عليه، غضب الله عليه. وهذا أشد الوعيد، غضب الله جل وعلا. ولا الضالين، وهم الذين عندهم عمل وليس عندهم علم، يعبدون الله على جهل وضلال، يدخل في هذا المبتدعة الذين يعملون على غير علم، وإنما يقلدون غيرهم من غير بصيرة. ولا الضالين. وفي مقدمة هؤلاء النصارى، فإنهم يعبدون الله على جهل وضلال. فأنت تسأل الله أن يجنبك طريقهم. إذن فلا بد من العلم النافع والعمل الصالح، هذا طريق النجاة يوم القيامة، طريق النجاة في الدنيا والآخرة. طريق النجاة في الدنيا من الانحراف والبدع والمحدثات والشركيات، وفي الآخرة يقوده إلى الجنة ويدخل به الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فهذه السورة سورة عظيمة، سورة الفاتحة، ولهذا أوجب الله علينا قراءتها في كل ركعة من صلاتنا فريضة أو نافلة، لما تشتمل عليه من الخير العظيم والهداية والتوفيق. فيركز الإنسان مع هذه السورة حينما يقرأها، لا يقرأها بلسانه فقط بدون تدبر لها، استحضار لمعانيها، سؤال الله بها. الدعاء لا يقبل كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهن، دعاء على اللسان فقط دون استحضار لمعناه واعتقاد لمعناه، هذا لا يستجاب، لا يستجاب دعاؤه. فالأمر مهم جدا، فعلى المسلم أن يتبع ما ينجيه عند الله ويبرئ ذمته عند الله سبحانه وتعالى، مع الإخلاص لله عز وجل. لا بد من أمرين: العلم والإخلاص. فلا يدخل في العمل رياء ولا سمعة ولا إرادة لدنيا يصيبها، وإنما يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل من الرياء ومن السمعة. الرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع من الأقوال، لأن بعض الناس يتكلم ويتحدث ويحسن الكلام يريد أن يمدحه الناس، هذا سمعة. وفي الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، لأن الجزاء من جنس العمل. فعلى المسلم أن يخلص
نيته وأعماله وأقواله لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول من يبادر إلى العمل بالعلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من يبادر إلى العمل الصالح هم الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن اقتدى بهم من أتباعهم، هم أول من يبادر إلى العمل ولا يتكاسلون. فالمسلم يكون هكذا مع ربه ومع نبيه ومع القرآن ومع السنة ومع من سبقه من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، يكون معهم وإن تأخر وقته فهو معهم كأنه جالس بينهم، لأنه سار على طريقهم ولحق بهم. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالأرض لا تخلو من هؤلاء إلى أن تقوم الساعة، وليس لهم مكان معين، ليس لهم مكان معين، قد يكونون في المشرق أو في المغرب أو في الجزيرة العربية، ليس لهم مكان معين. لكنهم هم الذين يعيشون العيشة الصحيحة النافعة المستقيمة على دين الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تتولوا عن العمل بالعلم والإخلاص لله يستبدل قوما غيره ثم لا يكون هؤلاء لا يكونوا أمثالك، بل يكونون مطيعين لله مستقيمين على طاعة الله. والله لا يضيع دينه، يهيئ له من يتمسك به ومن يقوم عليه، لا يضيع دينه. فعلى المسلم أن يدعو الله أن يجعله مستقيما على دينه مخلصا لربه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون الأعمال العظيمة الصالحة، وقلوبهم وجلة خائفة، ما يقولون حنا مطيعين ونحن يثنون على أنفسهم ولا يزكون أنفسهم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يزنون ويسرقون ويخافون أن يعاقبوا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم قوم يصلون ويصومون ويتعبدون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم.
يعملون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من مكر الله عز وجل. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومكر الله هو إيصاله الأذى بطريقة خفية إلى من يستحقه من العباد. هذا هو الاستدراج والعياذ بالله. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يمهلهم الله ويعطيهم أموال ويعطيهم. إن كيدي متين. فعلى المسلم أن يخاف من الله عز وجل ولا يعجب بعمله، وإنما يعمل ويخاف. يؤتون ما آتوا، يعني من الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة يخافون أن ترد عليهم أعمالهم، أنهم إلى ربهم راجعون. فعلى المسلم أن يحرص على النجاة ويأخذ بالطرق الموصلة إلى النجاة. قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. الرجاء ما يكفي، لابد من العمل، تعمل وترجو من الله. ولا تزكي نفسك، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تمدح نفسك تقول أنا أحسن من غيري وأنا وأنا، لا تزكي نفسك بالمدح، يعني بالمدح. أما تزكية النفس بالطاعة هذا مطلوب. قد أفلح من زكاها، زكى نفسه يعني بالطاعة. وقد خاب من دساها، يعني دنسها بالمعاصي والسيئات. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، يقول الشاعر: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه. فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، احذر ضيع نفسك، تابع الناس على ما هم عليه، تعطي نفسك شهواتها وتظن أنك تكرمها، تعطيها شهواتها وتعرض عن طاعة الله وتظن أنك أكرمتها، أعطيتها شهواتها. ما هذه إهانة للنفس. الذي يكرم نفسه هو الذي يلزمها بطاعة الله عز وجل ويأخذ بها إلى طريق النجاة ويكون مع الصالحين، يكون مع الصالحين، يجالس الصالحين، يأنس بهم، تعلم من العلماء الراسخين. هذا الذي يريد النجاة لنفسه. أما من لا يبالي في هذه الأمور فهو يهلك نفسه. الذي يعطي نفسه شهواتها يظن أنه أكرمها، وهو في الحقيقة أهانها، لأن الشهوات تقوده إلى الضلال. إنما السعيد الذي يأخذ بنفسه إلى طريق النجاة، فلا يجالس إلا أهل العلم العاملين بعلمهم، ولا يجالس إلا الصالحين. فالجلس لهم تأثير على الجليس، فلا تجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تقعد إذا تذكرت، لا تستمر في الجلوس معهم، ابتعد عنهم. والجليس على دين جليسه إلا أن يعصمه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من الأسباب، إنك لا تجالس إلا أهل الصلاح وأهل الاستقامة والذين تنتفع منهم ومن مجالستهم، هؤلاء هم الذين أمرنا أن نجلس معهم، ونهينا أن نجلس مع أهل الضلال. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ابتعد عنهم وجالس الصالحين، جالس الصالحين ولو كانوا فقراء ولو كانوا معوزين جالسهم، فإن فيهم الخير، فيهم الصلاح والاستقامة. جاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، الصحابي الجليل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم منه، والرسول معه رؤوس من قريش، معه رؤوس من كفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يطمع أن يدعوهم إلى الله وأن يذكرهم لعلهم يتوبون، لعلهم يسلمون. فكره النبي صلى الله عليه وسلم مجيء عبد الله بن أم مكتوم في هذه الحالة، فعاتبه ربه، فقال جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. فعاتبه ربه جل وعلا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه عبد الله بن أم مكتوم قال: مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، فيجلسه عنده ويكرمه. فما هي بالمظاهر ويعني المظاهر والمغريات، ما هي التي يرغب فيها وفي أهلها، إنما يرغب في الفقراء والمعوزين والمحتاجين. هؤلاء هم الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجالسهم وأن يكون معهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، فتطردهم فتكون من الظالمين. فعليك بمجالسة الصالحين ومذاكرة أهل الخير وصاحب أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل الاستقامة، هؤلاء هم الذين تنتفع بمجالستهم ومخالطتهم تقتدي بهم. ولهذا يقولون: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، فلا تصاحب إلا من يسحبك إلى الخير ويؤثر عليك في الإيمان، جالسه، هذا هو الجليس الصالح. مثل الجليس الصالح كحامل المسك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجليس الصالح كحامل المسك،
إما أن يعطيك يغذيك، وإما أن تبتاع منه، وإلا أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السيء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، رائحة الكير والدخان. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح والجليس السيء. فعليك أن تخالط أهل الخير، وأن تصاحب أهل الخير، وأن تستمع إلى أهل الخير، وأن تحرص على حضور مجالس الذكر، مجالس العلم، لعلك أن تهتدي إلى شيء قد نسيته أو شيء لم تعلمه، فيذكرونك بالله عز وجل. فاحرص على ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي شيخنا، وبارك فيكم، ونفع بعلمكم، وأمد في عمركم على طاعته. واستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة من الإخوة الحضور. هذا سائل يقول: أثابكم الله، هل من كلمة توجيهية لحث الناس على الالتفاف حول العلماء والأخذ منهم، خاصة مع كثرة الأهواء وغلبة الاختلاف؟ هذا هو موضوع كلامنا الذي سمعتموه، والحمد لله. فعليكم بملازمة أهل العلم وأهل الصلاح والاستقامة، حضور مجالس الذكر، حضور المحاضرات الطيبة، حضور الدروس المفيدة، ولو من طريق البث، ما يبث، تابعها واستمع لها في التسجيلات تنتفع بها، ولكن حضورك مع أهلها أحسن وأتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد هناك شيء يعتبر كفرا غير الشرك؟ نعم، الكفر والشرك. الشرك أن تجعل مع الله إلها آخر، أن تدعو مع الله إلها آخر، هذا الشرك. وأما الكفر فهو الجحود هو الذي لا يؤمن بالله عز وجل، لا يؤمن بالله، وإنما يؤمن بما عليه الناس، ويرى أن هذه الأمور ليست من الله، وإنما هي من الناس أو من الطبيعة أو ما أشبه ذلك، يسند الأشياء إلى غير الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة ما يقال السلف أحكم والخلف أعلم؟ هذا خطأ، وقد بينه الحافظ ابن رجب رحمه الله. الذين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، هذا خطأ وضلال. بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، أما طريقة الخلف فإنها على العكس. نعم. أثابكم الله، ما صحة حديث لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار؟ حديث صحيح، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. في الحديث الآخر: يؤذيني، يقول الله جل وعلا، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ليس من أسماء الله الدهر، ولكن فسره صلى الله عليه وسلم بقوله أقلب الليل والنهار، هذا معنى قوله تعالى وأنا الدهر
أقلب الليل والنهار. نعم، فالحديث مفسر بعضه ببعض. نعم. أثابكم الله، من كان به سحر هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليفك سحره؟ لا، لا يجوز له أن يذهب إلى الساحر، ولكن يذهب إلى القرآن والسنة والدعاء، يدعو الله عز وجل، يطلب من إخوانه أن يدعو له، ولا يذهب إلى السحرة، فإن السحر كفر، السحر كفر. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني ما سحر، ما كفر سليمان يعني ما سحر عليه الصلاة والسلام، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين كفروا بأي شيء؟ يعلمون الناس السحر. نعم، فالسحر كفر، تعلمه وتعليمه كله كفر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم، هل من كلمة توجيهية للمرأة المسلمة في ضوء التحديات المعاصرة؟ المرأة المسلمة عليها أن تحتشم، عليها أن تحتشم، عليها أن تتستر، عليها أن تستر نفسها ولا يظهر منها شيء عند خروجها إلى الشارع، لا تتزين عند خروجها، لا تتطيب عند خروجها حتى للمسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني بثياب ليس فيها زينة ولا ملفتة للأنظار، وليخرجن تفلات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعزة والحشمة، فلا يؤذين. فالحجاب فيه منع لأذى الفساق، يمنع عنها أذى الفساق. ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بأنهن تقيات نزيهات، فلا يؤذين، ما يطمع بهن أحد. فالمتحجبات لا يطمع فيهن الفساق. الحجاب فيه طرد لأنظار الفساق وإبعاد لأنظار الفساق. فعليها عند الخروج أن تلبس اللباس الضافي الساتر الذي ليس فيه زينة، ولا تتطيب عند الخروج، ولا تخضع بالقول لمن يكلمها، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما تضاحك، ما تضاحك الرجل غير محرمها وغير زوجها، ما تضاحكه وتلين له الكلام، لأنه إذا فعلت هذا يطمع بها، يطمع بها. نعم. أثابكم الله، ما مدى صحة هذه العبارة: ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده؟ ما أدري، ما سمعت فيها. نعم. أحسن الله إليكم، إذا كان المسجد سابقا على القبر ولم يكن القبر نحو القبلة، هل الصلاة تكون صحيحة؟ لا بد أن يكون المسجد على القبلة، يعدل، يعدل إلى القبلة، حيث فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني نحو المسجد الحرام، المسجد الحرام، الكعبة المشرفة. ولو لم تصب عينها يكفي الجهة التي فيها الكعبة، فالذي يرى الكعبة لا بد أن يقصدها ويتجه إليها، وأما الذي لا يرى الكعبة فيقصد الجهة التي فيها الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم
فولوا وجوهكم شطره. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: المسجد كان سابقا عن القبر، والقبر هو الذي ليس نحو القبر. كان المسجد سابقا على القبر فإن القبر ينبش، ينبش القبر ويبعد عن المسجد ويدفن مع المقابر في المقابر. وإن كان القبر سابقا للمسجد فإن المسجد يهدم ويبقى القبر في مكانه. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا مبتلى بمرض روحي، فما هو العلاج النافع؟ فبعض الأحيان أقول: هل فيه آخرة أو هل في جنة أو نار؟ فمعايا وسواس أشغلني، فأرشدني وفقك الله. الوسواس ما يضرك إن شاء الله، ما لم تعمل به ما يضرك. إذا أحسست بالوسواس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالله جل وعلا يعيذك منه ويبعده عنك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص زنى في رمضان واستفتاني، فقلت له أن يصوم، فقال: أخاف أن يكشف أمري، فقلت له أن يدفع الكفارة فدفعها، فهل علي شيء؟ يبطل صيامه، فلا بد من إعادة الصيام مع التوبة إلى الله، مع التوبة إلى الله يعيد صيام اليوم لأنه أبطله بالجماع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض المصلين يصطحب ابنته دون الست سنوات إلى المسجد وتصف مع المصلين، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان يخاف عليها ويحملها معه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته وهو يصلي، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فيحملها إذا كان يخاف عليها. نعم. أثابكم الله. ما حكم هذا الدعاء: اللهم لا تحوجني لأحد من خلقك؟ هذا طيب، هذا طيب، يطلب الاستغناء بالله عز وجل وعدم، وأن الله لا يحيجه إلى الناس بل يغنيه عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من شكت أنها تسببت في موت طفلها؟ ما يكفي الشك، الشك ما يبنى عليه شيء. إذا كانت نامت عليه وخنقته أو تركت الثدي في فمه ونامت فهي متسببة، يكون هذا قتل خطأ، يكون عليها الكفارة، يكون عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد صيام شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا من سكان الطائف، ويوجد لدي شقة تمليك في مكة المكرمة مؤثثة بالكامل، وأنزل لها دائما في الإجازات والمواسم، وسؤالي: هل ينطبق علي حكم أهل مكة في الحج والعمرة والصلاة، أم هل ينطبق علي حكم المسافر؟ أثابكم الله. حكم المسافر، لأن العبرة بالإقامة الدائمة، فإذا كنت تقيم في مكة دائما في محل إقامتك فهي بلدك، إذا كنت تقيم في الطائف وتذهب إلى مكة بعض الأحيان فبلدك الطائف. نعم، العبرة بمحل الإقامة الدائمة. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: هل من كلمة توجيهية من معاليكم حول السمع والطاعة لولاة الأمر؟ هذا أمر الله به، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب طاعة ولي الأمر بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاب عمره 18 عاما ولم يعلم أن الاحتلام في المنام يوجب الغسل، فماذا يلزمه؟ ولم يعلم أن الاحتلام في المنام يوجب الغسل. إيه، كم سنة يعمل هذا؟ والله ما أدري. شخص إذا كان بإمكانه يقضي الصلوات التي صلاها وعليه غسل الاحتلام إنه يقضيها، إذا كانت كثيرة ولا يقدر على قضائها أو لا يعلم عددها فإنه من الآن يعني يعدل مساره ويغتسل من الاحتلام، لأن الاحتلام إذا خرج منه ماء فهو يوجب الاغتسال، قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، هذا في الاحتلام، إذا احتلم ولم يخرج منه ماء فليس عليه شيء، وإذا وجد الماء فإنه يجب عليه الاغتسال لأن هذا جنابة. نعم. تابعكم الله. يقول السائل: ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند القيام من التشهد الأول. نعم. أثابكم الله. رجل يريد أن يحج عن والده حجا مفردا. رجل يريد أن يحج عن والده حجا مفردا واعتمر لنفسه قبل أن يحج في أشهر الحج، فهل يعتبر حجه تمتعا وهو نيته الإفراد؟ إذا حج في أشهر الحج، إذا اعتمر في أشهر الحج ولم يسافر، اعتمر في أشهر الحج ولم يسافر ثم حج فإنه يكون متمتعا، أما إذا فصل بين العمرة والحج بسفر فإنه لا يكون متمتعا. نعم. حتى يا شيخ لو كان الحج عن والدي. نعم. يقول أنه الحج عن والدي كله سواء، ما يأثر؟ لا لا، كله سواء، يجوز ينوي العمرة عن نفسه وينوي الحج عن والده، لا بأس بذلك. نعم. ثابكم الله. رجل يرغب أن يحج بدون تصريح ويتجاوز الميقات بدون لباس الإحرام ويحرم في مكة ويندمج مع الحجاج ثم يذبح ذبيحة في منى لتجاوز الميقات بدون ملابس الإحرام، وبذلك قد تحايل على الأنظمة علما أنه من سكان الطائف، فما حكم فعله هذا؟ لا يجوز له فعله هذا، بل عليه السمع والطاعة، ويحرم من الميقات ولا يدخل إلى مكة يريد الحج وهو غير محرم، يقول أحرم من مكة، لا، ما يجوز له هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز توكيل الجمعيات الخيرية في شراء وذبح الأضحية؟ نعم. توكيل الجمعيات الخيرية في شراء وذبح الأضحية. والله ما أدري عنها، الجمعيات الخيرية ما من هو اللي توكل؟ لازم توكل واحد، شخص معين، أما الجمعية ككل ما يصلح هذا. نعم. أثابكم الله. ما حكم حج المرأة مع أختها وزوج أختها؟ لا يجوز لها، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. وزوج أختها ما هو بمحرم الله. نعم. تابكم الله. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟ إذا كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفه بأوصافه، فإنه إذا رآه في المنام فقد رآه عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان ما يعرف أوصاف الرسول يمكن يجيها الشيطان ويقول له أنا الرسول، إذا صار ما يعرف الرسول ويفرق بين الرسول وغيره يمكن الشيطان يلبس عليه. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من هو المستثنى في الآية الكريمة؟
المستثنى والله أعلم الحور العين في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن آية أيضا، يقول: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هل سيماهم علامة حسية أم معنوية؟ سيماهم حسية، يظهر عليهم الخشوع، يظهر عليهم السكينة، يظهر عليهم حسية. نعم. ما حكم من أحدث يظهر عليهم النور في وجوههم، يظهر عليهم أثر الصلاة. نعم. تابكم الله. يقول: ما حكم من أحدث وهو في الطواف؟ يخرج ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد. نعم. تابكم الله. ما هي تحية المسجد الحرام؟ هل هي الصلاة أو الطواف؟ تحية المسجد الحرام للقادم، القادم تحيته الطواف بالكعبة، هذا القادم. أما المقيم في مكة فهو كسائر المساجد، تحيته بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم الاقتراض من أجل الحج؟ لا بأس بذلك إذا كان عنده سداد، إذا كان عنده سداد لا بأس، من يقترض وما عنده سداد فلا. نعم. أثابكم الله. هل يأثم من أخر الحج مع الاستطاعة؟ هل يأثم من أخر الحج مع الاستطاعة؟ هي نعم، لأنه ما يدري ما يعرض له، ما يدري ما يعرض له من العوائق، فيبادر بالحج ليفرغ ذمته. نعم. هذا سائل يقول: أثابكم الله، شخص زار الرسول صلى الله عليه وسلم عن والده المتوفى. زار الرسول أو زار قبر الرسول؟ وكتب زار الرسول، زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيه نيابة، ما فيه نيابة، هذا للزائر نفسه ما ولا ينوب عن أحد. نعم. أحسن الله إليكم. إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذر حجه، فما الحكم؟ إذا كان ما أحرم، إذا كان ما أحرم تعذر عليه الحج لا بأس بذلك، معذور. أما إذا أحرم وعرض له عارض منعه من أداء الحج، هذا المحصر، هذا محصر. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصر ولم يستطع المضي لأداء الحج فإنه يتحلل ويذبح فدية، فدية التحلل، فما استيسر من الهدي. نعم. صلى الله عليكم. ما المقصود بقوله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ أي نعم، واضح أن الإصابات إنها بسبب السيئات والذنوب، بسبب ما كسبت أيديكم من الذنوب والمعاصي. نعم. ثابكم الله. من فقد عقله ووجد ميتا، هل على أهله شيء؟ من فقد عقله، عقله ووجد ميتا، هل على أهله شيء؟ إذا كانوا ضيعوه ولم يحافظوا عليه فهم يأثمون بهذا، أما إذا كانوا ما ضيعوه ولكن انفلت منهم أو خرج عن غفلة ليس عليهم شيء. نعم. صلى الله عليكم. هل يجوز أن أحج عن والدي إذا كان حيا لعدم قدرته على الحج؟ حج فريضة ولا نافلة؟ ما وضح يا شيخ. إذا كان عجز عن الحج، قدر بماله وعجز عن الحج ببدنه، فإنه ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه ويدفع له تكاليف الحج والسفر.
لأنه قادر بماله ولا يقدر ببدنه، فينيب من يحج عنه. نعم. أحسن الله عليكم. الكتيبات والنشرات التي مع الحجاج حول الأمور الشرعية بعضها يختلف عن بعض لاختلاف المذاهب، فبماذا تنصح الحاج؟ أنصح أنه يأخذ بالدليل، إن كان يعرف الدليل يعرضها على الدليل، فما كان له دليل يأخذ به، وإن كان لا يعرف الدليل يسأل أهل العلم، يعرض الكتاب على أحد العلماء يستشيره فيه. نعم. أثابكم الله. من نذر أن يحج ومات ولم يحج فهل يلزم ورثته شيء؟ فهل يلزم ورثته شيء علما أنه لا يوجد له مال يصرف منه على نفقة الحج؟ هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة، أن تقول أنه ماله تركة ليس عليه شيء. نعم. لكن إذا حجوا عنه من باب البر به والإحسان إليه شيء طيب. نعم. ثابكم الله. هل على أهل مكة طواف وداع؟ لا، الطواف لمن أراد أن يسافر بعد الحج يطوف للوداع، لا يخرج حتى يطوف للوداع، أما المقيم في مكة فليس عليه وداع. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من لم يكمل طواف الوداع لشدة الزحام وخرج ظنا منه أنه ليس بواجب؟ عليه فدية، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا عليه فدية. نعم. أحسن الله إليكم. من لم يجد مكانا في منى يبيت فيه فماذا يفعل؟ يصير في طرف الحجاج ولو في مزدلفة، يصير في طرف الحجاج ولو في مزدلفة يكفي هذا ومعذور. نعم. لكن بعضهم يروح يأخذ شقة في مكة ويقول أنا ما لقيت إنسان أنتي، صر مع طرف الحجاج ولو في مزدلفة لا بس، ما أنك تروح بشقة في مكة وتقول أنا ما وجدت مكان ضاقت بك الأرض، ما هو صحيح هذا. نعم. أحسن الله إليكم. إذا لم يتمكن الحاج من الوقوف بعرفة بسبب المرض الشديد، إذا لم يتمكن الحاج من الوقوف بعرفات بسبب المرض الشديد، إيه نعم، يتحلل بعمرة إذا قدر ونشط يتحلل بعمرة، والحج ما يلزمه إذا كان ما يستطيع المضي فيه ما يلزمه. نعم. لكن ما يتحلل إلا بعمرة إذا قدر على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم تأخير طواف الحج إلى اليوم 13؟ تأخير طواف الحج اللي فاضي يعني. لا بس، إذا أخره إلى آخر شيء وسافر بعده مباشرة فإنه يغني عن طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أجريت عملية زراعة الشعر في مقدمة رأسي، وأثناء قيامي بفريضة الحج وأيضا العمرة وعند الحلق رأسي لا أتعرض لمقدمة الرأس وإنما أقصر من جانبي الرأس، فهل عملي هذا صحيح؟ ليس بصحيح، تقصير من جميع، من مجموع شعر الرأس، ما هو من الجميع، من المجموع، مجموع شعر الرأس المقدم والوسط والمؤخر. نعم. طيب وش يلزمه يا شيخ؟ نعم. هل يلزمه شيء؟ إذا كان أخذ أغلب شعر رأسه وهو ما يدري يكفيه إن شاء الله، لكن في المستقبل يكون عنده معرفة بهذا. نعم. أثابكم الله. قول السائل: أنا موظف وكنت آخذ رشاوي من الناس مقابل إنهاء معاملاتهم، والآن الحمد لله من الله علي بالهداية. سؤالي: لدي بعض ما أملك من الفلوس التي كنت آخذها من الناس، فماذا أفعل؟
علما أن أكثر أثاث بيتي منها. تخلص منها، تخلص منها بإعطائها للفقراء، والأثاث أيضا تعطيه لفقير يأثث فيه بيته، تخلص منها، المهم تخلص منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ولدي يسكن معي في البيت، فهل تكفي أضحية واحدة؟ إيه نعم، تكفي الشاة عن الرجل وأهل بيته، كما ذكر أحد الصحابة، ما يبالغ في الأضاحي. الأضحية إذا كانت ما هي وصية، تبرع من المضحي، تكفي عن الرجل وأهل بيته، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. إذا مات الأب وزوج أبناءه في حياته وبقي عدد غير متزوج بعد وفاته، فهل يزوج من التركة؟ لا لا، ما يزوج من التركة، ما يزوج من التركة، يزوجهم وقت حياته، وأما بعد موته فكل يزوج نفسه من ماله. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا مقيم في المملكة وليس معي مال لكي أحصل على تصريح حج، فهل يسقط عني حج الفريضة، علما بأني إذا رجعت إلى بلدي يشق علي الحج جدا؟ أنت غير مستطيع، من استطاع إليه سبيلا. الحمد لله، إذا قدرت تحج تحج، وإذا ما قدرت أنت غير مستطيع. نعم. أثابكم الله. هل تكفي قراءة الإمام للفاتحة عن المأموم؟ أي نعم، إذا كان يسمعه، إذا كان الإمام يجهر بالقراءة فالمأموم يسكت يستمع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما في الصلاة السرية فلا، يقرأ الفاتحة الإمام، المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية. نعم. ثابكم الله. يقول: ما حكم من دخل المسجد وأقام الصلاة وصلى قبل أن تقام الجماعة وهو مسافر؟ ما حكمه؟ من دخل المسجد وأقام الصلاة وصلى قبل الجماعة وهو مسافر، لا يجوز له هذا، لا يجوز له يقيم الصلاة ويصلي قبل حضور الإمام، هذا من شأن الإمام، فيصلي مع الجماعة، يصبر ويصلي مع الجماعة والحمد لله. نعم. لو الشيخ ظاهر سؤال المصلى وحده وخرج، إيه أخطأ فيها، صلاته صحيحة إن شاء الله لكن أخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. يتطلب عملي المرابطة لساعات طويلة، وبعض الأوقات لا يوجد من يقوم مكاني، فهل لي أن أجمع الصلوات جمع تأخير؟ إذا كنت مشغولا بالحراسة، مشغولا بالحراسة ولا تقدر على أنك تصلي، فتؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية وتصليها جمع تأخير، العصر، الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، لا بأس جمع تأخير. نعم. صلى الله عليكم. تكملة للسؤال، يقول: كذلك عملي مسائي ووقت نومي يكون جزءا من النهار، فهل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع العصر؟ لا، من أجل النوم لا، صلاة العصر من مصير الظل، ظل الشاخص طوله مرتين، يدخل وقت العصر ويستمر إلى قبيل غروب الشمس وقت الاختيار، فإذا قاربت الغروب صار وقت ضرورة إلى الغروب، وقت العصر ممتد والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخطأت في حسبة زكاة المال، فهل مر عليه حول أم لا؟ فهل لي أن أخرجها جميعا في رمضان سواء مر عليها الحول أم لا؟ نعم، يجوز تعجيل الزكاة
يجوز تعجيل الزكاة لا بأس بذلك. نعم. أثابكم الله. رجل صلى بجماعة المغرب وأطال في قراءة التشهد الأول حتى كاد أن يسلم، وذكره أحد المأمومين قال له سبحان الله، فقام الإمام وأكمل الركعة الثالثة وقبل السلام سجد للسهو، وأنكر عليه بعض المأمومين قائلا لا يجوز في مثل هذه الحالة سجود السهو، فما رأي معاليكم؟ الذي أنكر غلطان، عليه سجود السهو لأنه مدد الجلوس أكثر من وقته، يكون عليه سجود السهو. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل تكرر فعل المعاصي والكبائر يخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر؟ المعاصي تختلف، الشرك بالله والكفر هذا يخرج الإنسان من الإسلام، أما المعاصي التي دون الشرك ودون الكفر فهذه لا تخرج الإنسان، هذا يكون مسلما عاصيا وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم. ثابكم الله. يقول السائل يكثر كثيرا في وسائل التواصل مناقشة بعض الأمور السياسية وما لا ينفع، فهل من كلمة توجيهية أثابكم الله؟ كلمة توجيهية أن تبعد هذه الوسائل عنك وعن بيتك ألا تشغلك وتأخذ وقتك، فابتعد عنها تسلم من شرها ويسلم أهل بيتك منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم سماع الشيلات؟ وكذلك الآن مناسباتنا وزواجاتنا صار بها شيلات، فهل يجوز الذهاب إليها؟ لا تجوز الشيلات، هذه أغاني لا يجوز هذا. أما ضرب الدف على الزواج هذا سنة، وكون النساء تغني بدون مكبر صوت تغني وتضرب بالدف هذا سنة لإعلان النكاح، وأما الشيلات وأما رفع الأصوات والرجال يغنون ما يجوز. نعم. أثابكم الله. يقول صدمني شخص في سيارتي وكان لديه تأمين، ثم أخذت التأمين وذهبت به إلى الجهة المختصة وقدروا لي الصدمة، فأخذت المبلغ وأصلحت سيارتي بجزء منه واحتفظت بالباقي، فهل لي ذلك؟ تأمين من أموال الناس ما هم من مال الصادم، هذا من أموال الناس فلا تأخذه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نحن في منطقة تابعة للطائف ولدينا مسجد لكنه قل فيه المصلون، وأحيانا أصلي لوحدي، فهل أتركه وأصلي مع جماعة المسلمين كسبا للأجر؟ كيف؟ يقول أنه في منطقة تابعة للطائف ولديهم مسجد لكن قل فيه المصلون، وأحيانا أصلي لوحدي، فهل أتركه وأصلي مع جماعة المسلمين كسبا للأجر؟ ما في شك، يجب عليك، يجب عليك تصلي مع جماعة المسلمين، إذا كان قريب منك مسجد وتستطيع الوصول إليه يجب عليك هذا وجوب. نعم. يقول الشيخ أنه عنده مسجد بس ما في مصلين قليل. أي ما المسجد ما يكفي، لازم جماعة، يروح مع مسجد فيه جماعة قريب منه. إذا كان ما عنده مسجد ولا قريب منه مسجد يصلي ولو وحده. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز لنا أن نقول أن فلانا من الناس صديق أو شهيد أو صالح؟ ما نشهد بهذا إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نحسن الظن بالمسلم ولا نجزم بذلك. نعم. أثابكم الله. ما حكم قول أقسم بآيات الله؟ إذا كان يقصد بها القرآن فلا بأس، لأن القرآن من صفات الله عز وجل من كلام الله،
ويجوز الإقسام بالله بصفة من صفاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مصاب بمرض السكر، وبعض الأحيان ينزل السكر، فهل لي أن أصلي في البيت؟ إذا احتجت إلى الصلاة في البيت صل في البيت، أما إذا لم تحتج إلى ذلك فيجب عليك الصلاة في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الوالد كبير في السن ومعه زهايمر، وقمنا بإخراج صك عالة أنا وإخوتي، وأحد إخواني هو العائل، فهل يجوز له التصرف في ماله من صدقة وذبح الأضحية والتصرف في ماله بدون إذن من الإخوة؟ لا يجوز له ذلك، وماله يحفظ، ماله يحفظ إلى أن يتوفاه الله ثم يكون للورثة، أما ما دام حي فماله له ولا يؤخل منه شيء إلا ما وجب عليه من زكاة وكفارة، فإن وكيله يخرج ما وجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول: أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فكيف أكمل صلاتي؟ نعم، تجيب ركعة مع الركعة اللي أدركت من الإمام وتجلس للتشهد الأول، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة وتسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي شيخنا وجزاكم خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.